ايه اخبارك؟ الحمد لله، انت هتاخديني بالحضن ولا ايه؟ عامل ايه؟ سيرتك بتعملي كده فاستغربت. لا والله ده انا بعمل كده، يا ستي ولا حضرك انا عادي يعني. حضرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله عندي برد. خير؟ يلا يلا بقى، ايه نلعب؟ نلعب ايه؟ نلعب جولة حماسية يا كارمو. جولة واحدة. جولتين يا سيدي. والله انا لسه فاتح، لسه فاتح، يعني فمعرفش. لسه فاتح؟ مش لسه فاتح، مستواك هو هو يا جماعة. بصوا انا عندي برد والدنيا خربانة معايا، عايزين تفسروني براحتكم، يا بس جماعة هي داخلة نكبس بتاع شيروا البس بقى، نكبس شيروا البس. ونشير، نكبس ونشير ونحكم عليه. ما هي بقى عشان عندها دعم، ده اكيد يعني. انت كل مرة بتبعت لي، طب قسما بالله انا لسه فاتحة واول جسم ولسه معرفش حد عندي ولا لا، بس انت وحظك يعني. يا جماعة نكبس ونشير. شباب نوكل بالله، شير الشرطة اللي وتربيز، اكلها شير لنا امبارح وتربيز بقى. الشباب. لا ما انا عارف يا نو، ايه نو تايجر، هلا يا شيخ الشباب. 9 والنت. تقولي لي لسه فاتحة؟ شوف السلكان دي ناسه برضه، السلكان طب دي ناسه. والله والله من امبارح، والله من امبارح. طب والله ما بهزر يا حلو جماعة، حلو، كبس ونشير. بونص راجل يا شباب، الشالنج ده، انا عرقت عرقت وانا سعان. ده شكله دور البرد ده محترم محترم يا جماعة نكبس ونشير بالله عليكم، ما نخسرش. 30 والله، نقطة، شكله دور برد محترم. 30 نقطة يا شباب، كتيبة 30 نقطة. 30 نقطة يا شباب، 30 نقطة يا شباب. الجواد كبسوا بقى بالله يا جدعان، سمي انا مفيش ايدك. حيلة، 30 انا نقطة يا مسافر، شباب، بسرعة نفتح الدبل. انا الدنيا عندي اسمع خربانة، ايدك يا عم. مفيش اخد دنيا تكبيس. تسلم ايدك يا شدوا عم. تكبيس يا جدعان، شدوا يا جماعة تكبيس. بالله عليكم نكسب الجولة. هو خصم بطاطا كده كده. الدبل، نرمي في الدبل أي دبل يا حاجة بطاطا. شباب، الدبل يا دبل شباب، يا رزق ورزق عيالي، الدبل يا دبل شباب، شباب الدبل. استعدينا. ولا ولا ايوه جماعة دو الدبل، الدبل يا شباب. عبد الجواد، مش قلت لكم؟ والله العظيم انا كنت عارف. شباب يسعد قلبك يا عمار، خلصنا، روح. والله العظيم عارف، شدوا تكبيس. بص قلت لك كل مرة انت اللي بتبعت لي وانا بوافق. الدبل يا شباب، نرمي في الدبل، نرمي في الدبل. انت يا هيجيلك لهوي برد زي اللي جالي دلوقتي. سلم يسعد دينك. يا جماعة. استغلوا الدبل برضو، استغلوا الدبل يا شباب، كل مرة يستغلوا يسعد الدبل. دينك يا راجل. في جدع ايه؟ في ايه؟ يا جماعة، نكبس في ونشير. ايه؟ في ايه؟ طب وقف، رموا اتنين غسيل تيك توك في امي. الدبل، طب رموا وقف، اتنين تيك توك في الدبل. يسعد طب قلبك يا عم، ما يسعد تخسرش دينك يا اقسم راجل. بالله. انت تبي دخلالي وانا عندي برد و لسه ماشي. باقي دقيقتين، لسه باقي دقيقتين، انا هوريك، انا هوريك. لسه باقي دقيقتين. شباب شدوا تكبيس من النار، تكبيس من النار. واحنا قلنا جولتين، ما عرفناش الجولة دي لا 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 وقالت لا لك لا لا جولتين. لا لا لا، هنلعب جولتين، كل جولة بحكم، وفي واحدة فيهم حق الرد، زي ما بنلعب على طول، ما تهيسيش. ايوه شغل دماغ، بترمي كعب من اولها. اسلكي لله يسأل بس، عشان والله عندي يا برد جماعة، النهارده، نكبس مفيش ونشير حيل مع ان بعض. انا اناهد. بصي حتى برضو ان شاء الله لما اديك الاحكام توجعيش قلبك، عشان عندي برد النهارده. بس يا ابني يا جماعة، نكبس ونشير. عاش اشباح والله، والله كف كفو، ينطح كفو. سجور قلبي يا سجور، انت ودوه وعبد الجواد جماعة والكتيبة. شغلكوا ايه؟ بقول لك ايه، ايه عايز كام يونيفرس يترمي تاني عشان اللي عندك؟ بس 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 ها ها، بسرعة بسرعة.
هنقدم يا جماعة اسلحه شغال ولا ما لكم ايه؟ نقديش؟ عارف يا جدعان، اقعدي شيري بقى من هنا لست ايام قدام، اقعدي شيري يا شباب على الطلاق يا بنت. انا بشار دي كل 6 سنين مره، نتجحفلش يا شباب، آخر ثواني ما بتحرمش شغالة والله، ايه الرقم؟ ما بحرمش، لا انا ما بحرمش. ايه ما الرقم فيش تحت الصورة سلا كام بجنيه عندهم، ما فيش سلا كام بجنيه. بص والأحكام. يا غالي، بص بقى، صلى على النبي. عليه السلام. احكام النهارده انعاش، عارف يعني ايه انعاش؟ لا ما اعرفش يعني ناخد فكرة. تنفذ الحكم، تطلب بالدفاع المدني على طول، ماشي؟ طيب عشان انت احكام اللي جياني. يا سارة الكام يروح؟ ها يا ديني شباب، اللي صور الجولة دي بالله عليكم ابعتها لها انستجرام. يلا الحكم الأول، يا محمد. الحكم الأول 5 بصلات. الحجم التاني الحكم الثاني، عندي قرون فلفل من الشطة، قرون، عندي، عندك حامية لا هجيبها اللي عندك. حلولي باردة، قرون شطة، وريها لي، حلولك وريها باردة. لي، وريها لي. رومي أقول رومي، رومي ايه يا ابني؟ شطة، قرون شطة. ماشي، توريني القرون عشان اقول لك كم واحد. طيب ماشي ماشي، قول اللي بعديه تالت. الحكم الثالث 5 بيضات، ليه خمس بيضات يا حبيبي؟ عشان ليه خمس السكور 150 ألف، 150 ألف. ايه اللي ليه؟ اجيب لك ال ايوه، هات اللي انت الشطة؟ عايزاه، هات اللي انت عايزاه. شباب، تكبيس من النار، يلا ثواني تكبيس من هجيب النار. لك انا قلت حاجة. لك احكام النهارده في رعايه الله. وريني القرون عشان اقول لك تجيب كام واحد. سعدينكم. لا 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 بجد، انا دماغي تقلت فشخ والله ما عاد. ده لو كسبتني جوله انا كده كده، لو قمت اتمشيت من هنا بسرعه يغمى عليا. انقذوني انقذوني، بموت. اخد حقنه، ما هو لسه في الاول، بس بصوا الجزء اللي ورا ده كده في رعايه الله، مش حاسس بيه اصلا، حاسس ان هو نايم، يعني هو نايم وانا شغال بنص مخ كده. شدوا تكبيس، بس انتوا بالله شدوا تكبيس، شدوا تكبيس من النار. مشكلة ان في سخونية، وانا اللي مقلعني في الموضوع ان في سخونية. اشرب سيجارة، والله ما انا كسب، نشرب سيجارة. بس انت عارف لو ما عملتش حاجة اعمل فيك ايه؟ ها؟ كورونا؟ يا ساتر يا رب. بالله يا شباب شدوا تكبيس. مداهم الشطة اهي. 10 قرون من دي. وايه اللي 10 قرون؟ انت عبيط، استحالة طبعا. انا جايبة 3 ومش هقدر اكلهم. لا 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 لا، انت ما تجيبيش على مزاجك. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش 10 قرون. ينفع ازاي انت عبيط؟ نو واي لما طبعا. يكون السكور 150 ألف؟ ينفع مية ليه ما وخمسين ينفع؟ الف في الدبل، انت رامي اسدين او اتنين دبل الفولست مش في الدبل. دبل، دبل مش دبل. كسبان بسكور محترم، صح ولا لا؟ لا انت مش السكور بتاعك دبل، مش سكور خام، مش دبل والله يعني. دبل مش دبل، ده انا جابه من عند ستة الله يرحمها، ولا من الشركة، الشركة اللي عاملاه، فدي مش مشكلتي. انا شفت في اخر الجولة شركة تيك توك قالوا لي سكورك 148 ألف، ده اللي انا اعتمدته. عارفة انت، لو 100، لو 140 ألف بس هديك نفس الاحكام برضو، عشان ما تقوليش ايه اللي نعيد نغني ونزيد على طول. شدوا تكبيس بالله يا شباب. يا جماعة هما استغلوا الدبل، نستغل الدبل. بعد الدبل هجيب لك بصل يا ملاهي. اوكي 5 بصلات. ماشي، طب تسعين يلا بعد نقطة. إذنك نفذي وأنا معاكي في الجولة كده. بعد الدبل لا هجيب لك الـ5 بصلات. ماشي، انا بقول لك ما بهربش وانت سعدينكم عارف. 90 نقطة يا شباب.
90 دول نقطة، بالله يا شباب شدوا تكبيس، اقسم بالله ما الشباب 90 فيا نقطة حيل، بالله عليكم، 90 نقطة والله ما فيا حيل الشباب، اقول لكم 90 شدوا. نقطة يا شباب، 90 نقطة، 90 نقطة ايوه فتحش عندها أحا الطبخ، عليا، 90 نقطة يا شباب، احا عليها، فرصتنا فرصتنا احنا ما فتحناش الدبل، فرصتنا ده انا هجيب فرصتنا. لك الباص الجاي، ما روح هات فتحناش الباص اهو الدبل. تعالى، روح هات، طب صح، استغلوا الدبل بقى، استغلوا الدبل، طب استغلوا ومبنور يجيب الدبل، لك، طب انا لسه هجيب جبت لكم لك يا خمس دوب. تفاصيل. شدوا بقى يا جدعان في الدبل، تجبسه وداع، تجبسه وداع، استغلوا كله في الدبل، صوب للهدف، ما تستعلوش بيها يمكن يقعفل قلبي يا دوب. شدوا يا جدعان في الدبل يا جدعان، شدوا تكبيس بالله، تكبيس، شدوا تكبيس قلبي يا دوب. بن عاش يا عبد الله، عاش عاش عاش. احنا قلنا له 5 بصلات صح؟ احنا قلنا 5 بصلات، 5 بصلات. انا ما عنديش برشام للصداع ولا عندي اي حاجة للبرد، ما عنديش بس غير مطهر وقطمة، عندي قطمة. راحت تجيب البصل، رزقي ورزق عيالي، صدقنا السجارة حطيتها ايه والولع ونسيت. مش قادر، مش قادر والله. راح تزرعهم في الغيط ولا ايه؟ جحفلة جولتين. ماشي بقى، جحفلة جولتين. خاف ينزل في الأول هو. والغي ليه يا عم، سيبها لما تيجي، احنا كده كده بنلعب جحفلة جولتين وهي عاملاها معايا. ايوه ده يومها هيبقى اكبر، البرده اطلعه عليها. على الطلاق البرده اطلعه عليها. شدوا تكبيس انتوا يا جدعان، انا عينيا وجعتني من تقشير البصل، جبت كام بصلية بقى؟ واحد اتنين واحد اتنين فين؟ اهي، واحد اتنين تلاتة، جايبة تلاتة. انا قلت لك 5 بصلات مش 3 بصلات. ايه انا قشرت دول لحد ما الدادة جات، قلت لها تقشر الباقي. ايه طب بص، ايه جحفلة، رأيك؟ لا مش جحفلة جحفة، جحفلة، لا جحفلة يا ماما. هو انت مش ما كنتيش جحفلة، موجودة، هو انت بالعافية من قبل ما اي هما حاجة كاتبين مش عندي، جحفلة، كاتبين وانت ما عندي كنتيش مش موجودة جحفلة يا اصلا. مداهم، ما تعليش صوتك يا مداهم، ما ماشي، ما تعليش انت ما صوتك، تقعديش تتعبينا، بقول لك انا عندي برد فخلاص بقى وانا نوفر عندي حرب. برد. مين رمى؟ بتقول لي مش رمى جحفلة، مش جحفلة، انت ما كنتيش مش موجودة جحفلة قبل اصلا. 10 ثواني. انت هتشتغلنا في الازرق؟ مش جحفلة. طب انا دلوقتي ما كنتش موجودة، ما كنتيش موجودة وانا سبت لك كل حاجة زي ما هي، ما رضيتش الغي، سبت لك كل حاجة اهو وجحفلة، واللي دعمك هو اللي يشهد. ها قولي له جحفلة ولا مش جحفلة؟ مداهم هنعتبر جولة قصاد جولة ونلعب فيصل. مفيش الكلام ده يا ماما، مفيش لا الكلام ده، في تنفذي الكلام ده، حكم.
انا نازل لي نفس السكور بتاعك بس في الدبل ماليش على فيه، فكرة. ماليش فيه، نفذي لي حكم الأول بعد إذنك. يلا لا طب ما انا خد. ليا حكم، دي يبقى ليا حكم لا وانا دي هقول لك جحفلة حكمي. جولتين في لا جولة لا مش كمان بس. جحفلة، لا مش جحفلة، لا مش جحفلة، انا بالنسبة لي مش جحفلة. عايز واحدة قصاد واحدة وسكورك نفس سكوري ونلعب واحدة فيصل اوكي، عايز اديك حكم وتديني حكم ما عنديش مشكلة. مش انت اللي تقرر يا ماما، اللعبة هو اللي هو ايه اللي بيقرر. انت مش قراري؟ هو مدام انت بتلعب انا عيلة مش صغيرة. كسبانك قبل كده. بقول لك ايه، بقول لك ايه، اليوم اللي انت عيطت فيه وعملت دراما مش كان بسبب الجحفلة وانا نفذتها لك بمزاجي، مع ان في اليوم ده انا كسبان الجحفلة، قلت لي لا جحفلة جولتين وحرقت دمي ومشيتها لك. هو مجحفل يبقى جولتين وش، مفيش كلام تاني. وانت ما شفتيش ما تقعديش تشد في الكلام قوي، ماشي؟ انت ما شفتيش، انت عماله بتقشري بصل، ما تشديش في الكلام. يلا بعد اذنك بص نفذي الحكم. بص 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 يا مداهم، انت عارف ان انا كفو احكام ماشي يا وبنفذ ستي، احكام نفذي وما لي عنديش حكم، مشكله فيها. نفذي تمام لي حكم. يلا انا غم بعد اذنك. ايه يا جماعه، اللي يغلط اعمله ميوت. محدش يروح من هنا هناك، هي هتنفذ يا جدعان. انا عارفها، هي غاوية ايه في الاول كده بتحب تعمل الجو بتاعها بس بعد كده بتنفذ، محدش يروح عندها بعد اذنك. يلا بعد اذنك يا نغم. الله يخرب بيتك انت والبصل بتاعك، الله يخرب بيتك. 5 بصلات بعد اذنك. يا عمولة نورة، يا عمولة. أول بصل بسرعة ماشي يلا بسرعة على طول كده يا نغم بسرعة. لا براحة مزاجي بكيف طب يلا عشان وقت البرنامج. يا جماعة. هو حلو يا ماما انا قد كلامي، انا قد كلامي. انا خلي بالك المرة اللي انت بص يا عيطت جماعة، فيها اقسم بالله انا منفذ بمزاجي والله، بس اقسم بالله ما ينفع ان ما انا تقولش انفذ. منفذ، ما تقولش منفذ بمزاجي، أنا كنت والله كسبانة. العظيم ما كان ليكي حكم، والله ما كان ليكي حكم، مجحفلين وانا عديتها أنا بمزاجي يا عشان انت حبيبي، أنا زعلت. يا واقف، أنا أول واحدة حلف. لا يا جماعة عين، محدش يقول كده. العب الفيصل ما تاكل البصل، رشيدة. مش انت قلت تاكل براحتي وانا العب براحتي بقى لما تخلصي حكم. اقري كومنت يا عمار. عادي يا جماعة، هو حلو. كده دي الأولى، بالثالثة التالتة. بالهنا والشفا. يلا حط ليمون. لا 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 عادي، هو أنا مشكلتي في البصل بيخليني أعيط. بيقولوا لي لا التانية، بيقولوا لي التانية، كله كاتب لي التانية. أنا بقول لك الثالثة، مش هما ما عندهمش عيل، تبقى أنت تركز معايا، مش طب مشكلتي يا وريني، حبيبي. وريني كده، انت خلصت التلاتة؟ أه خلصت الثلاثة، دي آخر طب واحدة. وريني كده جنبك حواليكي كده معلش بالتليفون، نظرة صغيرة كده. مفيش حاجة جنبي. والله هو البصل بيتحط فوق السرير ولا فوق الكرسي؟ أنا قاعدة على الكرسي وده كوموديني يعني بس. وحياة عيالك كلت ال3 بصلات؟ قسما بالله كلتهم. خلاص هاتي بصلتين بقى، خلي الدادة تجيب بصلتين تاني. هي بتقشر. هذا ماما. استعجليه. هي حلفت بعيالها يا جدعان، خلاص بص يا جماعة، الفلفل الشطة بالنسبة لي والبصل يعني ماشي ماشي، هات الاتنين التانيين بقى. مش مؤذيني يعني. حلو بس هو يبقى كفو يعملهم بس.
يلا ايوه هات البصلة التالتة بقى. ألف هنا. آه يا عمر، لا لا دي أحكام، أحكام ناس، لا كفوا كفوا منه والله العظيم، ما حد أثر إلا النهارده، قسما بالله من الجميع كفوا، أقسم بالله. بزلتني التانيين فين؟ أنا قلت له شيء تخرطهم تقشرهم، طيب استنى بستعجل ايه؟ مش هقوم أجيبهم بقى. يا رشيدة هات يا رشيدة بصلتين كمان. خرات يا رشيدة خرات. انا دماغي مش قادر، مش قادر، دماغي هتموتني. يا ايسو اقسم بالله البرد شديد، برد برد. انت محترم بس يعني. شكرا يا ابن الدلالة، شكرا. هي بتنفس بس مشكلتها ايه بقى؟ لازم تكفرك في الأول. أنا مش قادر يا جدعان، حرفيا مش قادر والله، مش قادر أقعد حتى. كله يقول غلا والله، والله ما فيها حلية. بنعمل لك ميوت مفيش حيل. التيشيرتات ان شاء الله باذن الله موزع بكره. بنادول ايه يا اسطى؟ بقول لك سخونيه برد، سخونيه برد. خلاص يا رشيدة يخرب بيتي. جيش كفر الشيخ. قال حلو حبيبي يا خلود. شدوا تكبيس بقى يا جدعان. مفيش، تعبان تعبان شوية، عندي برد. لا هي كده فاضل واحدة اللي باكلها في ايدي بس جد حراقه قوي، والله. معلش البصل مضاد حيوي للبرد. لا ده التوم بقى الحكم الجاي. يا ما جماعه عندنا نكبس علاج ونشرب. البرد كله، حتى لو حابة علاج تاني قوليلي. مكان التوزيع يا جدعان انا هبعته للناس في الخاص على ما هنكبس الانستجرام. هبعت المكان بالساعة. ما هنكبس من شر. يا ليه هعمل سلطة يا مو؟ نكبس من شر يا حبيبي. اعملي له قولوا له يسعد ايه؟ يا جماعة اللي يقدر يعمل فولو لحد يساعده في فولو، اعملوا فولو لبعض يا شباب، شباب بالله شدوا تكييف، اعملوا فولو تكييف لبعض يا شباب. تكييف، شدوا تكييف. نكبس ونشاير، نكبس ونشاير يا حلوين، نكبس ونشاير حبيبتي يا نوسة. على ايه يعني؟ نكبس ونشاير، انا عايزة فولو، عينيها دمعت، البصل حراق يا جماعة والله. 130 نقطة يا شباب، شباب نفتح الدبل لو سمحتوا. شاروا البث يا 130 جدعان، نقطة شاروا البث يا جدعان.
130 نقطة يا شباب، نفتح الدبل يا أحمد، تسلم إيدك يا شباب، نفتح الدبل يا شباب، نفتح الدبل الحين. بص هما هيجحفلوا بدون دبل، هو قاعد عندها لسه، هو اللي عندها بيضرب مخفي، فانتوا استغلوا الدبل، استغلوا الدبل. مرموش دبل يا شباب، خلفي اي حاجه باتنين. شباب استغلوا الدبل، استغلوا دبل يا الدبل. شباب، قلبي يا دول، دبل يا شباب، تكبسوا الشير يا جدعان، تكبسوا الشير. الدبل يا شباب، قلبي خلود، الدبل يا جد شباب، يا نرمي في شباب، الدبل يا شباب، دوم الدبل تكبسوا يا الشير شباب، يا اي حاجه جدعان، بتنين. تكبسوا الشير. يا عمار قلبي يسعد يا قلبك، دوم، يسعد قلبك يا عمار، يا حبيبي تسلم شدوا ايدك، يا جدعان، قلب يا الله خلود. يعافيك، شكرا، تسلم ايديك. عايش كفو كفو يا عمار، كفو يا خواجة، شكرا، ميرسي، تسلموا لي، شكرا، تسلموا لي، الله يسعدكم يا رب، شكرا. الفرحة أنا أغني، طبيب جراح الهوى السلطان، من يوم الغابة عني. لا يا جماعة، اللعبة مكسب وخسارة، ليه واخدينها انتقمي ليه كل ده؟ على فكرة معلش ممكن ما نحكمش خالص، ده لو كسبنا ممكن ما نحكمش خالص ولا يفرق معايا، والله ممكن الأحكام تكون عند ناس معقدة شوية، يقعد يديك أحكام جلد جلد، أنا مش كده، أنا مش كده، في ناس معقدة كانوا بيتكهربوا وهم صغيرين يحبوا يجلدوا اللي قدامهم، أنا مش كده، مش أسلوبي احنا ما يعني. بنجلدش غير الاصفر. شعروا بس يا جدعان. ما نكبس من شوية، معقد انا. كانوا بيطفوا السجاير تحت بطاطي وانا صغير. يا عمار الله يعزك، تسلم ايدك يا حبيبي، اه طبعا تسلم ايدك. تسلم ايدك يا حبيبي، كده الحصانة بتاعتك راحت. بص هما جم كتبوا لي الكومنتات دي يا مداهن، بس لو انت عايز تاخد 70 ألف جولة، 70 ألف وجولة، 30 ألف وسبعين بدون دبل، بحصانة ب10 آلاف في الدبل، فاعمل لي انفول وما تلعبش معايا تاني. لا براحتك عادي، طيب ماشي، يلا باي باي مداهن. يلا سلام. لا غنى لها الأنفول، بس سهلة وبسيطة يا جدعان، انتوا ليه بتكبروا المواضيع بس كده؟